من الحقوق أيضا حق الوالدين يا جماعة، ودائما ربنا سبحانه وتعالى يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده حق ربنا. وبالوالدين إحسانا، طوال جاءت بعد حق الله، بعد حق الله حق الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، طوالي وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وغير من النصوص في الكتاب والسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن أيها الموضوع ده مهم جدا، ومن الأهمية والخطورة بما كان حق الوالدين. في ناس كتار الواحد تلقاه قد يكون ما يستغيث بغير الله، وما يدعو غير الله، وما لابس الحجاب ويقول التوحيد، وقد يكون يخطب في الجمعة في الجامع وعنده دقين وأي حاجة، لكن تلقاه يعامل أبوه أو أمه معاملة سيئة. عقوق الوالدين من موجبات دخول النار، بدخلك النار الموضوع ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة أبدا. ده نصه صحيح الجامع صح والألباني. 3 أو 3 لا يدخلون الجنة أبدا، أبدا قال هكذا النص موجود. أولهم قال: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، النسوان المسترجلات المشبهات بالرجال، والديوث الذي يجد المنكر والفاحش في أهله فيرضى بذلك. والعاق لوالديه ده أول واحد، أول واحد لا يدخلون الجنة أبدا. فاتقوا الله أيها الإخوان الإخوة في الوالدين، لا بد تبرهم وتطيعهم. يا أبوك وأمك ديل لو كفروا بالله كفار عديل، ربنا بعد ما يكفروا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، بعد ما يكفر. وربنا قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ده بعد ما يكفروا كفار، فما بالك إذا كانوا مسلمين. فلا بد أيها الإخوة الفضلاء ننتبه لموضوع الوالدين. الواحد ما يكون عامل شمطة مع أبوه وعامل مشكلة عجاجة رابط فوق، انتبه يا أخي للموضوع ده. وبعدين دعوة الوالدين والأسرة دائما دعوة بتكون تقيلة زي الدريب، زي الحقنة بتاعت البنسلين، ما بيطعنوا توف طوالي صح؟ تقيلة تقيلة شوية. فدعوة الأسرة والوالدين بتكون تقيلة، وبتمشي دائما في الغالب في فترة طويلة حتى يهتدوا، في الغالب ما طوالي، ودائما بتعتريها نوع من الكبرياء والأنفة، لأنه أبوك ده كان شايلك وأنت بولت فيه هسه قريب قبل كم سنة صح ولا ما صح؟ وكنت لابس بامبرز صحيح ولا ما صحيح؟ فيلا أبوك ده متذكر الحاجات دي كلها، ما ممكن أنت يا دوب عملت لك شعرتين يا دوب دقنك ذاتها ما قامت تمام، يقول أبو أبوي تدرشوا ترشوا قدام الناس وقدام أعمامك وقدام إخوانه وقدام خيلانك تنبزوا أو كذا، ما ممكن الكلام. شوية شوية توريه، يكون في خلوة بينك وبينه، بينك وبينه، وتدي مكانته إنه أبوك وإنه شاف الدنيا قبلك وعرف الإسلام قبليك، وشنو وشنو، لازم تدي مكانته وتعظمه، وبعدك تدي الحق بيقبله منك. لكن أنت تقول أسمع يا حاج وكذا، ما بيقبل منك كلام زي ده. فالزول لابد يفهم ويكون فاهم يا جماعة. كثير من الناس الواحد تلقاه استقام في الدعوة في جوانب، لكن تلقى في جانب الأسرة أو الوالدين مقصر تقصير كبير جدا في حق الوالدين، وعامل مشاكل مع أبوه وأمه طاردينه من البيت،
أو مرات يتشاكل معهم عديل ويعلي صوته يقول لك والله دي الدعوة، نزل ما بيقول الدعوة، أنت بليد ما عارف الدعوة، الدعوة ما كده. الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال شاكلهم، ديل إذا كفار، ما بالك بمسلمين إذا كفار، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. في أمور الدنيا عامل معاملة خير، جيب لي الإبريق، أمشي فور لي اللبن، جيبه خدته له جنب السرير، جيب له الشاي، جيب له الجبنة، عامله كويس، عصر له كرعينه، طقطق له ظهره، بعد لو قلت له ده صاحب يقبل، ده غلط بيقبل. أنت شغال الله أنعم عليك بقروش بوظيفة، تعال اديه واربط له مرتب، كل مرة تعال اديه، كل مرة اديه، شوف بيقبل ولا ما يقبل. أنا بتحداك عديد، اديه المال ده شفته؟ قال إنما سمي مال ليه؟ لأنه يميل بالرجال. إما للحق وإما للباطل، أدي قروش. واحد تلقاه جايبه ملان، تلقاه دكتور عديل، وأبوه تلقاه مفلس عراقي ومشرط، ما يدي ولا ملينا، أقول له أخ ديل ما فيهم خير، ما قبلوا الدعوة، أنت ما أديته الخير. أديه، أديه حاجة شوف بعد ذاك الضحكات، يشوف بيضحك ولا بيضحك. وريه بعد ذاك، قول له ده صح وده غلط وده حرام وده شرك وده بدعة وده سنة، بيقبل والله. والله بيقبل. المعاملة السمحة للوالدين طيبة يا جماعة. هو غير الوالد، يعني معاملة الناس ساية سمحة مدعاة لقبول الحق. قالوا زمان في واحد لما بدوا الدعوة زمان بيعامل الناس معاملة كويسة في المسجد وفي الحلة، ولو في حاجة بساهم دار يشتروا أباريك، دار يصلحوا الماسورة في الجامع يدفع. فيوم قام يتكلم في التوحيد، قاموا الصوفية قاموا عليه ودار يدقوه، فقام واحد من العوام ديل اللي هو بيحسن لهم وقف قدام زول ضخم يده قدر ده، قال لهم الراجل يصلوا. قال يا حاج فلان ده قال ما في اولياء، قال لهم ما في انبياء ذات كده اللي الراجل يصل. وده كفر طبعا، لكن شنو يعني المعامله الطيبه بتخليك تجذب شنو؟ تجذب الناس. فالزول يعامل والدينه ابوه وامه معامله شنو يا جماعه؟ طيب عشان كده ربنا اشار المعامله الطيبه دي، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. في الدنيا ده بعد ما قال كفر وعديل أشركوا بالله، عشان كده قال في الدنيا، يعني في أمور شنو؟ الدنيا، لأنه أمور الدين أنت بتكون من جوا قلبك مبغض المشرك، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أمك، ما بتحبه. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. لكن في معاملة الدنيا تعامل معاملة شنو؟ صاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروف. وربنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يا أخي ارحمهم يا أخي.